نبي الكابتن اسامه هوساوي لاعب المنتخب السعودي، في البدايه يعطيك العافيه والف مبروك للفوز اليوم. الله يبارك فيك ويخليك. الحمد لله، يعني ان شاء الله تكون مباراه يعني استعداد، يكون يعني استعداد جيد لمباراه اندونيسيا. الحمد لله شفنا يمكن مجموعه كامله لعبت، فريق لعب شوط فريق لعب شوط، وباذن الله يعني نكون استفدنا من هذه المباراه، خاصه من اخطائنا. ما مدى استفادتكم في هذه المباراه خصوصا في تشكيله جديده حاصله؟ تقريبا يعني ما نفس يعني الاسماء اللي كانت اخر فتره. اكيد المدرب شاف المباراه، بكره اكيد بيكون في شرح لاخطائنا نتفاداها في المباراه القادمه. طيب بصفتك يعني مدافع، ابغى اسالك عن عمر هوساوي وجوده اليوم كظهير، ووجود عبد الله الزوري وكامل موسى قلب دفاع، هل هذه ممكن تفيد في المباريات القادمه، او ان بما ان مباراه تجريبيه الخطه تكون تجريبيه؟ اول شيء شوف، يعني هذه امور فنيه طبعا، يمكن المدرب اخبر بهذه الامور، هو اكيد يدري بمصلحه المنتخب ويعرف ايش قاعد يسوي. او بالنسبه لان تعرف كره القدم يعني شيء طبيعي، ظهير يلعب سنتر وسنتر يلعب ظهير، يعني ان شاء الله ما اعتقد فيها اي مشكله. الله يعطيك العافيه. الله يخليك حبيبي.